الله الله سلام صح لسانك ابو سليمان. قلت معزوفة الموت بين النصر والانكسار، معزوفة الموت بين النصر والانكسار، في مشيها معركة وبعينها مذبحة راح النظر، لا اعترض زول يصد انبهار، لو كان ما كل زول بالطريق اشبحه ولا للمولع، سوى الصبر الجميل اختيار، والصبر يا مجملة واحيانا يا مقبح، ان سلهمت نار وما سلهمت هم نار، مهر الجامه عن قلوب الملا، مكبحه ما بين نحل النحيل وبين كبر الكبار، تشوفها مذبحه لو ما هي بمذبحه، كنا الزوايا بها مرسومتنا باقتدار، اجزاء متقشفه واجزاء متبحبحه، لا شافها راعي القلب القويه استذار، اللي اقبلت تذبحه واللي ادبرت تذبح، ولا عاد يقدر يميز ليلة ولا نهار، يسامر الممسية ويصابح المصبحة، يقبل لو ان الطريق الوعر نار وشرار، لو كل سلب من اللي بالفريق انبحه يدوج، كنه لها مجنون ليلة الديار، ان جاه بر اعبره وان جاه بحر اسبحه، ولو شافها الزاهد اللي متشح بالوقار، خطر عليها يفتت في يده مسبحه، لو من كان هذه نصيبها بين كل المهار، لا ينشد التاجر الهامور عن مربحه. وسلامتك اخوي سعد. صح لسانك يا شباب، في سؤال لازم يكونوا هم موجودين فيه عشان يعرفون اليوم الضيف فيها.